قلنا إن أزمة كورونا هي كما لها جانب سياسي واتكلمنا فيه مع دكتور إبراهيم مطر. لدينا أيضا جانب اقتصادي مهم جدا هنتكلم فيه عن معاكم عن أزمة كورونا، شكل العالم بعد أزمة كورونا أو أثناء أزمة كورونا، مقومات الدولة الاقتصادية أثناء أزمة كورونا، من احتوى الأزمة ومن تغلبت عليه الأزمة. مشاهدينا بيسعدنا النهاردة يكون معانا دكتور باسم قمر، أستاذ اقتصاد بجامعة موناكو بفرنسا وكبير اقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. أهلا وسهلا بيك. أهلا أهلا بك يا فندم. وسهلا أهلا أهلا وسهلا في المشاهدين. يا فندم. هو طبعا يعني كان من المفروض ان انا هبدا بالاصلاحات الاقتصاديه على 7 سنوات السابقه اللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومدى اهميتها في الوقوف بصمود امام جائحه كورونا، لكن خليني ابدا في الاول عن نتكلم بشكل اقتصادي قوي عن ازمه كورونا بشكل عام، وهو ان عندنا هنا بعد ازمه كورونا لازم الاستثمار يتجه نحو 3 مجالات اكتشفنا ان احنا مش مهتمين بيهم، وهو الاستثمار في البشر، استثمار في الصحة، الاستثمار تكنولوجيا. حضرتك يعني القي لي الضوء ان اولويات الاستثمار بعد ازمة كورونا هتختلف، بدل الصناعة والزراعة لا الدنيا هتختلف شوية. حضرتك عندك حق فعلا ان الازمه الحاليه اثارت يعني نوع جديد من طرق التعامل بين البشر وبينهم وبين بعضها، طرق جديده في العمل. فاحنا حاليا بنشتغل، اغلبنا بنشتغل عن بعد، بنشتغل من البيت، بنشتغل من خلال الانترنت. فثبت ان يعني مواكبه احدث التكنولوجيا اصبح فرض على كل الدول. واغلب الظن ان في المستقبل مش هيكون في عودة لنفس النظام اللي كنا عليه قبل كده في العمل وفي التعليم بنفس الشكل. غالبا هيكون في تطور وهيكون في تكنولوجيات جديدة ونوع من المرونة أكتر في يعني تقبل العمل عن بعد، طالما إن بيتم هذا الإنتاج بشكل يكون فيه كفاءة. فده بيتطلب يعني طفرة تكنولوجية يمكن إحنا كنا متأخرين شوية فيها، لكن لابد من عمل الاستثمارات اللازمة من جانب الحكومة من ناحية والقطاع الخاص، وده هيفتح آفاق للاستثمار للقطاع الخاص في هذا المجال، وده مجال كبير جدا. يكفي أن نقل التكنولوجيا وترجمتها بالكامل للغة العربية، مش بس كاستيعاب، كأنظمة معلومات، كطرق تطبيق، وتطبيقها كمان للثقافة العربية، شيء مهم جدا، وممكن مصر تلعب فيه دور مهم جدا. جميل. عشان عندنا الكفاءات وعلشان عندنا القبول العام لدى العالم العربي ان دور مصر دايما كان دور رائد لغويا وثقافيا، فده ممكن يساعد جامد جدا في ان احنا يكون في عندنا تطور في هذا القطاع. وقطاع الصحة اعتقد من القطاعات المهمة جدا، والتكنولوجي يعني قطاعات هامة جدا لابد الدولة تنظر ليها نظرة قوية، يعني اقوى بقى من ان احنا نستصلح اراضي او كده، لا بقى اصبح النسق مهم جدا، النسق الصحي او المنظومه الصحيه في اي دوله مش في مصر بس، لكن وجهات النظر المفروض هتختلف بقى بعد كورونا. بالتاكيد بالتاكيد. خلينا يا فندم نتكلم في نقطه مهمه جدا وهي التضخم والبطاله، ودايما الاثنين بيلعبوا اقتصاد، بيلعبوا اقتصاد لكن ضد بعض. دايما بنقول كده ان البطاله عشان تعالجها فهتزود القوه الشرائيه، فزياده القوه الشرائيه تزود الاسعار، فانت امام اشكال اقتصادي قوي. فخلينا نتكلم هنا في الدوله وهي بتنظر للمشروعات المفروض هتدور على كثيفه العماله بعد كورونا، المفروض هتدور على الصناعات الصغيره والمتوسطه اللي هي المنتشره في كل محافظات مصر، فايضا هنا هيبقى في وجهه نظر مختلفه وهي بتختار الـ 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 يعني الـ الـ الاستثمارات الجديده. نتكلم عن التضخم والبطاله خاصه دول هيبقوا وليدين من رحم الكورونا. اكيد يعني اول نتكلم عن البطاله. حضرتك شفتي ان اكيد من اثر الكورونا ان الطلب العالمي انخفض على كل السلع والخدمات، بالاخص على قطاع السياحه. حضرتك ذكرتي قطاع السياحه، ده قطاع طبعا حيوي جدا في مصر من الاف السنين، والعام الماضي كان القطاع الاكثر
نموا واللي ساعد جامد جدا في نمو الدوله ويعني اكبر دخل دخل في تاريخ مصر كان العام الماضي، وكنا على شفا ان احنا نكون كان وصل لزي أحسن. كان وصل زي 2010 اكتر يعني كان رقم قياسي جديد يعني كان فكل ده كان يعني ايجابيات واصلاحات تمت في قطاع السياحه كانت ايجابيه جدا ادت لتنشيط هذا القطاع. طبعا ده هياثر على النمو على الانتاج في هذا القطاع وبالتالي على العماله في هذا القطاع وارتفاع البطاله في هذا القطاع. فمن الطبيعي ان احنا في ازمه زي اللي احنا فيها ديت يكون في ارتفاع في نسبه البطاله دي من ناحيه. لكن من ناحيه ثانيه ايه اللي ممكن يكون الاثر على التضخم؟ ده لسه مش واضح قوي. وانا يعني كنت مع بعض الزملاء وال في هيئات دوليه اخرى كانوا هم متخوفين من مشكله التضخم في مصر، بس انا كنت شايف ان البنك المركزي بقاله حوالي سنتين بيعالج موضوع التضخم وعنده رؤيه لكيفيه السيطره عليه. وكان ماشي في يعني النهارده التضخم في مصر 6% اخر الارقام يعني في متوسط، واحنا يعني بعض الاراء بتقول ان هو المفروض ان هو يكون تقريبا 9% وده الهدف بتاع البنك المركزي. فاحنا التضخم اقل من المتوقع فحتى مع عوده سوق العمل لطبيعته يعني واحنا عندنا في مصر يعني وفره من العماله ونسبه المشاركه للعماله من اقل المستويات في العالم، يعني احنا عندنا نسبه المشاركه منخفضه، فبالتالي في افاق ان احنا نستوعب عماله جديده من غير ما يكون ليها اي اثار تضخميه. دي من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه البنك المركزي عارف ازاي ان هو يسيطر على تضخم بقى له فتره خالص مطمئن. وحط في اعتبار حضرتك عوده الوافدين، ناس كتير رجعت من الدول الخليج كانت بتعمل فيها، فانت كده عندك لود من العماله لازم تشغلها او لود من البطاله فلازم تشغلها. فاذا انت هنا مش بصدد ان انت تعمل مشروع تكنولوجي، انت عايز تعمل حاجه كثيفه العماله. يعني ده اكيد يعني احنا دايما يعني خلق العماله في مصر هدف رئيسي واستراتيجي لابد منه، وتكييف مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار في المشروعات كثيفه العماله مهم جدا. وعشان كده لما بنتكلم على المشروعات الصغيره والمتوسطه لانها من المفترض الموظف الاول للعماله. صحيح. لو نشطناها هتستوعب عماله كثيفه وكبيره جدا. لو قننا العماله الغير رسميه ده برضو ممكن هو يخلق وظائف، لان هو بيشتغل ممكن يكون لوحده عامل لوحده، ممكن هو لو بقى تم تقنينه وتوسع وحصل على التمويل اللازم انه هيوظف معاه 2 أو 3. فمشكله البطاله ايضا تاتي من خلال تشجيع الاستثمار عموما والاستثمار في الشركات المتوسطه والصغيره بشكل يكون مباشر. ده مهم جدا. خليني دكتور بس ما اقول لحضرتك ان كثير او علت الاصوات، طبعا حضرتك دارس اقتصاد وتعلم جيدا بان كان هناك اجتياح لازمه اقتصاديه عالميه 1929، كان في ركود رهيب في المعروض وكانت يسموها الازمه السوداء، او كان هي ظهرت جليا يوم الاثنين، انا درسك يوم الاثنين كان مسمى الاثنين الاسود كان في اكتوبر. فالحقيقه انا عايزه اقول تعالت الاصوات بان ازمه الاقتصاد بعد كورونا ستكون افظع من هذه الازمه وسيصل فيها النمو الاقتصادي بماينس 3 ماينس 3. فاقتصاديا ده مظبوط؟ طبعا يعني ماينس 3 كمان مع احترامي الشديد يعتبر متفائل. متفائل. الازمه 29 وصل فيها لماينس 7 وماينس 8 بعض الدول، ماينس 13 بعض الدول، يعني كان ازمه فعلا قويه جدا. لسه ما نفتكرش ان احنا هنوصل لها. لكن اغلب المحللين بقى من المجال الطبي بيقولوا ان احتمال يكون في موجتين من المرض، يعني احنا في انغلاق تام حاليا، بدا يبقى في فتح في مختلف الدول، هترجع حركه الطيران تاني. بيقولوا قد ينتج عنه لما فيش حرص شديد جدا جدا ان يكون في موجه تانية على نهايه الصيف، انتكاسه على نهايه الصيف، وممكن تكون اشد وطئه، لان احنا يعني بيقولوا ان طبعا الفتره اللي احنا فيها ديت والحراره الجو وارتفاع درجه الحراره يجي بقى في الشتاء كموسمي بقى يبقى اكثر شراسه، ممكن يبقى اكثر شراسه. وحضرتك يعني لفتت لموضوع اكتوبر، يمكن اغلب الازمات العالميه كانت اكثر حدتها شهر اكتوبر. فيعني التاريخ ممكن يكون برضه بيعيد نفسه، يعني بيعمل بيك فيها في اكتوبر، ده غالبا بيكون شهر قاسي. فلو عديناه بخير ان شاء الله ممكن ده يكون مبشر للخير. لكن طبعا هنحطين يعني مثلا في توقعاتنا في البنك الاوروبي للمنطقه والمصر، احنا عملنا توقعات لتسع سيناريوهات مختلفه. تسعه؟ احنا مش عارفين.
احنا في يعني احنا على مجهول، فاحنا عاملين 9 سيناريوهات لو تطور الوضع في الشركاء التجاريين وفي امريكا وفي اوروبا وتحسن، الاثر على مصر هيكون ايه؟ اكيد ايجابي. لو الوضع تدهور عالميا ومحليا ان شاء الله يعني ما يحصلش اي حاجه، لكن محدش عارف بالظبط ممكن يحصل ايه، فممكن يكون الاثار اكثر سلبيه واكثر حده، وبالتالي لازم يبقى عندنا مختلف التصورات عشان صناع القرار يبقى عارف يوم بيوم اسبوع باسبوع احنا ماشيين في اي اتجاه والاقرب هنكون لاني سيناريو. في مصر حاليا واضح جدا ان احنا سيناريو متفائل، يعني من ضمن السيناريوهات المتفائله، وان احنا من اخر الارقام اللي بنشوفها ان احنا احسن ما كنا متوقعين، يعني احنا في البنك الاوروبي كنا اكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي. وحاليا بنراجع الارقام وبنقول قد نكون كمان اكثر تفاؤلا، الواقع قد يكون افضل مما توقعنا. بس لسه مصر ما وصلتش للذروه. اكيد طبعا. طبعا احنا يعني في دول وصلت للذروه وبدات تنحصر زي ايطاليا اعتقد، بس الولايات المتحده لسه ما زالت يعني. هقول لك حضرتك على حاجه، طبعا موضوع الذروه ده يعني ما حد يقدر يحسبه، احنا بقى لنا يومين الدنيا الارقام بتنخفض، يعني اخر ارقام شفناها النهارده طبعا ارقام ما طلعتش لسه، لكن اخر يومين يبشروا بالخير، وكان من المتوقع انه يكون يعني الاسبوع الماضي او هذا الاسبوع هو ده البيك خلاص الذروه، وبعد كده هيبتدي يكون في انخفاض هيبان، يعني هيبان تطور الوضع هيكون عامل ايه، لكن حتى اثر الازمه على الاقتصاد ده نتيجه حزمة من السياسات خلى ان الاثر مش قوي، وان ما زال النمو مرتفع في اخر كورتر، اخر ربع كان 5%، ده شيء ممتاز جدا. يعني حضرتك بترجع برضو ان احنا ما حسناش بالاثار بشكل قوي جدا نتيجة ان احنا عندنا اصلاح اقتصادي لمدة 7 سنين، فجعل الدولة تقف يعني بشكل واضح. يعني سببين، يعني يا ريت تلقينا الضوء على طبعاً. يعني اولا سببين، اول احنا كنا جايين دخلنا الازمه واحنا في وضع شكله ايه، وتعاملنا مع الازمه ازاي، يعني في شقين للموضوع طبعاً. يعني الاصلاح الاقتصادي اللي تم من 2016 حتى الان، يعني طبعا ما قبل 2016 كان في مجموعه من المشاكل والازمات وعانينا منها، وبعد كده مع صندوق النقد الدولي تم وضع برنامج اصلاح قوي جدا متميز، وتم تطبيقه بنجاح جدا، وعشان كده سمعة مصر على المستوى الدولي ممتازة في كيفية تطبيق الإصلاح، ونماذج بتدرس لدول أخرى إن كيفية يعني قراءة الوضع المصري ومحاولة مضاهاته. جميل. فده شيء كان ممتاز. الاحتياطيات كانت عالية جدا 45 مليار، بس كمان ده بيغطي تقريبا 8 أشهر واردات، يعني المفروض الحد الاقصى اللي احنا بنقول عليه المطمئن 6 اشهر، احنا كنا 8 وزياده عن 8 كمان. فدي كلها كانت مؤشرات، سعر الصرف كان مستقر، العجز الموازنه كان بينخفض، الدين كان بينخفض، كلها يعني ايجابيات. يمكن الاشكاليه الوحيده ان الاستثمار الخاص كان متاخر شويه في الاندماج في المنظومه، نتيجه ان سعر الفايده كان عالي، كان في عدم وضوح، خارجين من ازمه، فكان في يعني يعني انتظار لوضع جديد، لكن كان مفترض ان 2020 تكون عامل طفره، يعني ده اللي كان، بس طبعا ازمه كورونا اثرت سلبا. طب كيف تم معالجه الازمه نفسها؟ يعني ايه الاجراءات؟ مثلا عدم اتخاذ قرار بعمل اغلاق تام، ده كان قرار يعني متميز جدا، ان احنا نشوف عدد المصابين، تطور الحالات، عدد الوفيات، ونتعامل مع الموضوع بموضوعيه، صحيح، مش بارتباك. يعني ايطاليا، مع احترامي للي حصل في ايطاليا او فرنسا، هيك عارف انا كنت عايش في فرنسا، المستشفيات في فرنسا في بعض المناطق بعض المحافظات ما كانتش مجهزه لاستيعاب هذا العدد الهائل من المرضى، وفي كثير من المواطنين الفرنسيين الحقيقه عابوا على ان الضرايب بتاخد منه 68% من الضرايب، وفي نفس الوقت المنظومه الصحيه مش قادره تواجه. بالتاكيد، ودي مش اول مره، 2018 ما كانش في ازمه كورونا، لكن كان في موسم البرد والالتهاب الرئوي، وكان في ناس وفيات كتير نتيجه عدم وجود رعايه كافيه. غريب. طبعا يعني ده يدل بقى على ايه، كيفيه الانفاق العام وفي انهي قطاعات، والاهتمام بالصحه زي ما كنا بنقول، يعني خلاص يعني في اكيد يعني رؤيه. وعلى فكره يعني من 2015 خبراء دوليين، بيل جيتس اغنى اغنياء العالم ومن اكثر الناس نفوذا، اشار ان العالم ليس مستعد لمواجهه فيروس زي كورونا، وعمل تقرير وطلع وقال احنا يا جماعه الحكومات مش جاهزه، لو حصل انتشار لفيروس في اي وقت مش هنعرف نواجهه،
فهما وده الحقيقة، وده وده اللي اللي حصل، حصل وده اللي حصل وده اللي حصل. الحقيقة فمع يعني. الاسف ان الحكومات ما خدتش القرارات السليمه في الوقت السليم. لكن في مصر يعني اللي حصل من ناحيه ان احنا ما قفلناش اغلاق تام وسيبنا الناس تخرج، عجله الاقتصاد تستمر في مختلف القطاعات طبعا ما عدا قطاع السياحه بشكل كبير، المطاعم، الفنادق وهكذا، لكن قطاعات اخرى زي قطاع التشييد تم المضي فيه المشروعات قدما في القومية. الحكوميه. يعني كانت فرصه ان احنا نحاول ننجز اسرع من المتوقع في المشروعات القوميه، العاصمه الاداريه كلها مشروعات عملاقه ومهمه جدا وهتفتح افاق استثمار وفرص عمل كتير وفرص عمل، جدا. يعني انت ما وقفتش بقى بالظبط فرص عمل كتير قوي المشروعات بالظبط. القومية. فكل دي كانت ايجابيات خلت ان الوضع اثره على مصر ما كانش بالحده اللي جميل كان ممكن تكون او اللي حصل في دول تانيه. دكتور باسم، خليني اتكلم في جزئية معينة، وهو ان اصبح هناك يعني وجهة نظر بتقول العولمة والهوية. فحضرتك هنا بترجح كاقتصادي استمرار التكتلات، البلوكس اللي احنا بنقول عليها في الاقتصاد، هل ديت هتكون الافضل بعد كورونا، ولا انفصال البلوكس ديت لدول منفصلة كل منهم لها اقتصاده وسياساته، خاصة ان هناك اشارات كثيرة تقول ان البلوكس او الاتحاد الاوروبي سيتم تفكيكه، لان اصبحت الدول كلها في حالة احتياج، فمن يرعى من؟ صعب قوي ان احنا نرجع لوضع قديم، صعب. لكن من الواضح جدا ان هيكون في اعاده هيكله للتكتلات، يعني العولمه بمنظومه العولمه وان العالم كله سوق واحد قد يحصل فيه تراجع، وان صحيح. بدل ما يبقى في اعتماد على ان انا بجيب مثلا جزء من هذه الصناعه من الصين وبعد كده بجمعها في اسبانيا وبعد كده ببيعها في انجلترا، ده ممكن يتغير ويكون الاعتماد اكثر على منطقة معينة. يعني مثلا أوروبا تعتمد على دول الجوار من ضمنها مصر، من ضمنها تونس، الفوسفات بدل ما يجيبوه من الصين يجيبوه من المغرب، فيكون في إعادة تكوين. احنا في مرحلة يعني زي ما نقول إيه، إعادة خلط أوراق اللعبة إلى حد ما، والدول اللي هتقدر إن هي توضح وتوصل للعالم إيه هي إمكانياتها الفعلية وإزاي إنها ممكن تسخر هذه الإمكانيات لخدمة المستثمرين في المناطق اللي هي موجودة فيها، دول هيستفيدوا. دي من ناحية. من ناحية تانية يعني احنا في عندنا عدم قدرة على استيراد نفس الكمية ونفس المنتجات اللي كنا بنجيبها قبل كده، دي من الصناعات في الدول الأخرى متوقفة إلى حد ما. فدي فرصة عظيمة إن احنا في مصر نحاول نصنع المنتجات اللي احنا كنا بنستوردها، لانها النهارده مش موجوده، اصبحت اغلى، تكلفه نقلها بقت اغلى. طب ما فرصه ان احنا نحاول ان احنا نصنعها محليا، وده برضو محتاج مجهود شويه من القائمين على الاستثمار في مصر بالترويج لايه هي المميزات النسبيه للاقتصاد المصري. عندنا حاجات كتير جدا، عندنا بس يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل يعني عمل تكتلات في صناعات زي صناعة الأساس، وهو بيصدر كمان دمج 9 شركات حكومية لعمل القطن، وأيضا محاولة لأتيان ببذور قطن لطويل التيلة يوفر في المياه. يعني احنا بصدد عمل قاعدة صناعية إلى حد كبير، بالذات في الفترة السابقة ده كان هدف يعني. ده شيء رائع جدا. لكن طبعا مجهود الرئيس مجهود جبار، لكن مين اللي هيلعب دور المستثمر في الاخر؟ المستثمر الخاص. الحكومه ما تقدرش ان هي تعمل كل حاجه. بس انت عندك برضو جزئيه في مصر اللي هي محور التنميه في قناه السويس، اكيد ده هيبقى مشروع رائع. احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده، طيب كيف يمكن تسويقه بشكل سليم؟ كيف يمكن استقطاب الماركتينج هنا بقى طبعا هيفرق كتير، مهم جدا. يعني مش كفايه ان احنا نقول هم عارفين ان موقع مصر الاستراتيجي وعارفين مميزات مصر، لا مش كفايه، لازم نروح نشرح لهم انت لو عايز تعمل ده مصنع دور حضرتك بقى، ودور زملاء اكيد سيادتك. اكيد. احنا بنحاول بقدر الامكان وبالتعاون مع الجهات المسؤوله في الدوله ان يعني احنا نحاول نحط برامج توعيه وبرامج ماركتينج لنعمل مصنع وجذب. وانجاز. وكنا يعني على صدد ان احنا يكون في مؤتمر للاستثمار كان المفروض ان هو يتعمل في شهر مارس برعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان يتعمل في الجلاله.
يعني عشان برضو نعرفهم ان العين السخنه اقرب منطقه لقناه السويس والمنطقه الصناعيه هناك، ونخدهم زياره ميدانيه طيب. ونعدي في الانف يعني كان في كل ده كان محطوط خطته. مع الاسف طبعا ازمه الكورونا حدت من هذا، لكن هذا لا يمنع ان احنا حاليا بما ان احنا دخلنا في عصر تكنولوجي طب برضو نعرفهم بكل هذه الافاق عن طريق الاونلاين وعن طريق ان احنا برامج توعيه، ونعمل برضو لقاءات معاهم ونعمل ندوات معاهم. كان اسهل ان هو بدل ما يجي كلهم يجوا من دول مختلفة ويجتمعوا في مكان واحد. طبعا هو حلو عشان نتوركينج، لكن مهم ايضا ان احنا نعرفهم ايه هي المميزات وليه مفروض بدل ما تروح اي مكان تاني لا لازم تيجي مصر، عشان ده هيفيدك وهيعظم ربحيتك، لانه في الاول وفي الاخر عايز يعظم ربحيتك. صحيح. فنعرفه ازاي ان هو يستغل مميزات مصر المعروفة بشكل يكون اكثر دقة ومعمول لقطاعات محددة. قطاع الزراعة ايه المميزات كذا وكذا 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 وامكانيات، وهنساعدك وهنعمل لك ايه عشان يبقى عارف. لكن هو من نفسه مجهود ان هو يقول طب انا هقارن مصر بكل الدول الثانيه، طب احنا نعمل له الشغل هيسهل معاه جامد جدا اتخاذ القرار. اكيد الحقيقه يا فندم نتيجه ايضا وضع مصر الاقتصادي القوي واللي كان نتيجه بعد يعني قرارات الحزمه الاقتصاديه، كان هناك ثقة في البنك الدولي وهناك قرض آخر من البنك الدولي مرة أخرى. في ناس متخوفة من القرض مرة أخرى، لكن احنا عايزين نقول إن هناك قروض سيئة وقروض حسنة زي ما بيقولوا. فحضرتك برضو فسر لنا القرض اللي هيجي من البنك الدولي القرض المرة الثانية وأهدافه إيه، والناس متخوفة، نحاول بقدر الإمكان يعني نفسر ده عشان المخاوف دي تتبدد. حضرتك يعني شفتي احنا كان في برنامج اقتصادي تعاون مع صندوق النقد الدولي، وكان حصلت مصر من خلاله على تقريبا 12 مليار دولار. وتم المضي في هذا البرنامج الاصلاحي وتم تسديد هذه المبالغ، ومصر اثبتت نجاحها في التجربه. حضرتك تعالي نشوف النهارده احنا ما كانش في عندنا اي يعني رغبه او 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 احنا ناخد داعي ان احنا ناخد قرض تاني. لكن احنا في ظروف دخل الدولة بيجي من الضرائب، بيجي من أرباح الشركات، وبيجي من مبيعات. طب أرباح الشركات اليومين دول متعثرة، ما بتعملش أرباح زي العادة. المبيعات قلت نتيجة احنا قاعدين في البيت والاستهلاك عموما قل. الاستيراد قل. فكل مداخل يعني الإيراد للدولة انخفضت. وفي نفس الوقت في عندنا احتياجات انفاق اجتماعية في الإنفاق مهمة جدا. في عندنا إنفاق في الصحة مهم جدا. فطبيعي بقى عندنا عجز في الموازنة كبير محتاجين نموله. فلابد من الاقتراض. فهل نقترض من الخارج، نقترض محليا من البنوك، ولا نقترض من صندوق النقد اللي بيدينا قرض بسعر فايدة منخفض جدا 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 وبالدولار، وهو عامل برنامج حزمة لعالم كله لدعم يعني أزمة كورونا. فمصر لما قدمت على الطلب للكارد كان 2.8 مليار دولار، حصلت عليهم يعني في بسرعه فائقه نتيجه ان مصر اثبتت مصداقيه وبقى ليها سمعه طيبه جدا. وايضا طلبنا كارد اخر تقريبا في حدود 5.8 مليار 6 مليار تقريبا عشان نكمل، نتيجه ان احنا انخفاض السياحه لوحده الانخفاض المتوقع في عائدات كل دي دولارات بتخش اكيد. فطبيعي ان احنا للاطمئنان محتاجين ناخد هذه القروض وباسعار فايده منخفضه جدا، يعني ممكن نقترض محليا باسعار فايده 10% 12% او من صندوق النقد 2% وكمان بالعمله الاجنبيه اللي انا محتاج ان انا يعني ادخلها علشان يعني اطمن ان انا عندي من الاحتياطيات وعندي ما يكفي، بس برضو ان حتى لو استمرت الأزمة بظل يعني يظل عندي ما يكفي. ففي الوضع ده شيء يعني مثالي ان انا اقدر احصل على هذا التمويل بهذه الاسعار، لان لما كده كده هقترض وكده كده هضطر ان انا الجأ لاقتراض قد يكون محلي او خارجي باسعار فايدة اعلى واجال اقصر. طب ليه؟ فيعني كان افتكر ان هو قرض مش مضر، بالعكس ده يعني قرض جاي في وقته وكان ممكن يكون يعني اكثر يعني حتى ما فيهوش حتى يعني شروط او اشتراطات عايزين مخيفة. نقول عايزين نقول ان ده الحل الامثل للوضع الحالي. بالتاكيد تمام. يعني احنا في وضع نحصل عليه، دول تانية بتحاول تحصل على مصر تحصل عليه مش عارفه عشان ما عندهاش المصداقيه اللي بنتها بالظبط. يعني افتكر ان ديت يعني لا يعني ده اوانه وما فيهوش فيه اي خطوره
نهائيا بعد طبعا برضو يعني صناع قرار في الوزارات المختلفه والبنك المركزي دارسين الحاجات دي كويس جدا وعارفين ازاي ان هم طبعا يعني يتفادوا اي اشكاليه وعملوها في كام سنه اللي فاتت يعني مش من زمان عارفين خاصه زي ما حضرتك ذكرت ان نفقات الدوله زادت خاصه ان هي بتعوض الناس كمان عن الدخل اللي اصبح غير موجود نتيجه كوفيد 19 او ازمه كورونا. خلينا كمان يا فندم نتكلم عن الاتحادات زي الاتحاد الافريقي اللي قدم 44 مليار دولار لمواجهه كورونا، وخلينا نقول ان مصر هي من تعتبر من الدوله الوحيده في شمال افريقيا اللي حققت نمو ولو بسيط في ظل ازمه كورونا. خلينا نقول الوجه الاقتصادي ايضا اللي هيبقى له وضع مختلف في القاره الافريقيه ودور مصر فيها. حضرتك شايف ان في تغيير في هذا الدور او تغيير في الشكل الاقتصادات الافريقيه، خاصه ان افريقيا مليئه بالاتحادات القاره الافريقيه. دي حقيقه، دي حقيقه. طبعا يعني مصر بدات تستعيد دورها الافريقي. يعني احنا دوله افريقيه ودوله كان لنا وضع ولنا احترام عالي جدا على مستوى كل دول افريقيا. مؤخرا كان في يعني اتجاهات اخرى وتعاونات دوليه اخرى وما كانش في الاهتمام الكافي بافريقيا، لكن على الاقل في الاربع اعوام الماضيه كان في يعني رغبه يعني قويه جدا من جانب القاده العليا بان يكون في مصر تستعيد دورها الافريقي. تمام. وكانت طبعا مصر رئيسة الاتحاد الافريقي العام الماضي، وده طبعا كان شيء مشجع جدا وحصل تعاونات مختلفه جدا ومؤتمرات على اعلى مستوى. لكن الفكره في الاتحادات دي انها بتاخد وقت، وزي ما حضرتك قلت لما يكون في عندنا اتحادات مختلفه بيبقى فيها قواعد مختلفه، قواعد منشا قد يعني لا تكون واضحه للمتعاملين، فلابد من العمل برضو على محاوله توحيد هذه القواعد. صحيح. لتعظيم المنفعه. عشان مصر عندها اتفاقيات مع افريقيا، مع الدول العربيه، مع الاتحاد الاوروبي، مع امريكا، مع كلها تنصب في نفس السياق علشان المستثمر والمصدر يعرف يتعامل، مش هقول يعرف يتعامل مع كل الحاجات دي يعني بشكل صحيح. دكتور باسم قمر الاستاذ الاقتصاد بجامعه موناكو بفرنسا وكبير اقتصاديين بالبنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه، انا بشكر حضرتك على هذا اللقاء. شكرا ليك، والحقيقه انا شاكره جدا ليك، والحقيقه ان شاء الله نتقابل مع حضرتك بعد ازمه كورونا لفتح الملف الاقتصادي العالم كله في بعد كورونا. كل شرف. شكرا فعلا. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من العصا والناس. شكرا والى اللقاء.